طبعا الجديد ديال مهرجان كاف طنوس هذا السنه عفوا كيف قلت هو الانفتاح الاكبر والحضور الاكبر وعلى مستوى التنظيم وعلى مستوى المنظمين ايضا على مستوى العارضات الازياء. يعني كاين اشياء كثيره حتى في منصه العرض الفعاليات كاين برمجه. يعني انا وعدت السنه اللي فاتت وكنت من كنظن اني وفيت بالوعد لان حاولت نغني منصه كاف طنوس باشياء كثيره، فان شاء الله كنتمنى انها تروق بالاعجاب ديال الحضور. نعم، قبل نعطيك فكره، انا عملت واحد العرض في الدار البيضاء مرتين اسمه اخ طنجه او فنون طنجه، كنحاول انني نمثل تراث الشمال في داخل المغرب باش يتم التواصل. ما استمرناش فيه لان عندها علاقه بالدعم، عندها علاقه يعني باشياء كثيره، ولكن بالنسبه لي لو غنهز كاف طنوس من طنجه نديه لكازا ممكن نقول اه ممكن نقول لا. نقول اه الا كان عنده دور ثقافي له علاقه، عنده علاقه بالتواصل الثقافي المغربي يعني ممكن، ولكن غنقول لا لان فعلا هو يعني حملنا توقيع لطنجه وهذا عهد ومسؤوليه ما يمكنش نخونه نهائيا. ان شاء الله في الدوره المقبله اكيد كاين افكار مسطره، كاين اشياء جديده انا في بالي على مستوى المصممين العالميين، على مستوى الفنانين اللي غيكونوا موجودين، لان حبيت الدوره المقبله يكون فيها اسماء ثقيله جدا ايضا، ولكن هذا الشيء كله كيرجع اللي عنده علاقه بالدعم. فطبعا كاف طنوس لو حظى بدعم وطبعا بدعم منكم انتم كاعلاميين يعني تدافعوا معنا وتطلبوا معنا على هذا الدعم، فاكيد اكيد يعني غتكون دوره غير كسابقتها. عفوا. اللبس المغربي علاقتي بيه قديمة، لما جيت قبل كده في الرباط في مسرحية يا مسافر وحدك مع الأستاذ نور الشريف عملناها في مسرح محمد الخامس، نزلت السوق القديم واشتريت حاجات فضة عشان فضة عندكم حلوة كمان جدا، و عبايات طويل والوان بقى فوشيا واخضر، حاجات مشغوله بالسيرما ولبستها يعني في سهرات وفي تمثيل وفي حاجات كده، وفعلا حلو اللبس المغربي له تيست كده مخصوص. بالحقيقه انا ما استنيتش لغايه ما ارجع، انا ابتديت من دلوقتي، نزلت صور لطنجه وانا فيها، صورت الفيو من الاوتيل، صورت البحر والاوشن واحنا جايين، صورت المزارع وقلت هي دي طنجة قطعه من الجنه، قلت لكل اصحابي وكل واختي والقريبين مني قد ايه بلدكم حلوه قوي، قد ايه طنجة حلوه، وحتى ناس قالوا لي طب احنا عايزين اجازه بقى نيجي طنجة، وهو ده اللي احنا لازم نعمله، لازم نتبادل السياحة ما بين بلدنا، لازم نعمل دعاء. كل بلد عربية لها خصوصيتها، طنجة لها البحر والأكل السيفود عندكم حلو قوي، أنواع من الأسماك حلوة جدا، غير الملابس المغربية عموما، فاحنا لازم نعمل دعاية لنفسنا، ولازم احنا كشعوب نعمل الرابطة ما بيننا وما بين بعض، ما نستناش السياسيين يعملوا هذه الرابطة، احنا نعمل الترابط ده علشان احنا كلنا شعوب بتحب بعض، بتربطهم صلات دم وقرابة، حتى لو حد في الشمال وفي الجنوب، حد في قارة أفريقيا وحد في قارة آسيا، لازم كلنا نبقى مترابطين مع بعض. جعلتني ناشتي رجل درويش تتعبني.